تحل يومه السبت 28 من فبراير الذكرى 14 لميلاد الأميرة لالة خديجة، وهي مناسبة تتجدد معها الفرحة ذاتها التي عاشها الشعب المغربي يوم 28 من فبراير 2007 حين أشرقت جنبات القصر الملكي بميلاد أميرة بهية طلعة. اختار الملك محمد السادس من بين الأسماء اسم لالة خديجة، وبحلول هذه الذكرى السعيدة التي تطفئ فيها الأميرة لالة خديجة شمعتها 14 يستحضر الشعب المغربي من طنجة إلى الجويرة الاحتفالات البهيجة التي أعقبت الإعلان عن ميلاد المولودة الثانية للملك محمد السادس بعد ولي العهد الأمير مولاي الحسن. وما أن تم نشر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات ولو سمى بشرى ميلاد الأميرة، أطلقت المدفعية 21 طلقة احتفاء بميلاد سموها، كما توافدت جموع من المواطنين بشكل تلقائي على ساحة المشوار بالقصر الملكي بالرباط للتعبير عن فرحتهم وتقديم التهاني للملك محمد السادس بالمولودة الجليلة. وفي 7 مارس 2007 ترأس الملك محمد السادس برحاب القصر الملكي بالرباط حفل عقيقة الأميرة لالة خديجة الذي توج اليوم 7 لازديادها. وفي 17 شتنبر 2011 ترأس الملك بالمدرسة الأميرية بالقصر الملكي بالرباط الدخول المدرسي الأول للأميرة لالة خديجة، حيث زار الملك بهذه المناسبة مرافق المدرسة الأميرية التي تتألف من كتاب لحفظ القرآن الكريم وعدة فصول دراسية، كما حضر حصة لتلقين القرآن الكريم وكذا الدرس الأول للأميرة لالة خديجة ورفيقاتها بالفصل في حصتي اللغتين العربية والفرنسية.